السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. لقاؤنا يتجدد وهذه المرة مع حصة القراءة، ودائما في مجال اللعب والمرح. وكما جرت العادة، نبدأ دائما بقراءة الكلمات البصرية. والكلمات التي سنتناول هذه المرة وهي كالتالي: الذين، انتبهوا جيدا، الذين، كيف تكتب؟ تكتب بلام واحدة. الذين، اللاتي، بينما، اللعب، الحفل، البهلوان. عيد. الذين، بينما، الحفل، اللاتي، البهلوان. واضح؟ جيد. سنأخذ جميعا الصفحة 130، تابعوا 130، ونبدأ كما جرت العادة. ماذا تلاحظون في الصورة؟ تابعوا جيدا مع قراءة العنوان: لعبة مسلية، لعبة مسلية. هيا نعطي بعض الاقتراحات. نعم، الاقتراحات الأولية، ما نعم، مثلا، نعم، يمكن أن نقول مجموعة من الأطفال. جيد، هؤلاء مجموعة من الأطفال، ماذا يفعلون؟ نعم، في ساحة حديقة معينة. نعم، انتبهوا هنا، ماذا يحملون هؤلاء الأطفال؟ ماذا يحملون؟ يحملون خريطة. نعم، إنها خريطة. هذا اقتراح. اقتراح آخر: مجموعة من الأطفال يتسلون بلعبة معينة. سنقول يتسلون من خلال العنوان: إنها لعبة مسلية. إذن سنقول الأطفال يتسلون بلعبة معينة، سنعرف ذلك حينما نقرأ النص. انتبهوا، هذه البنت الحركة التي تعمل بيدها تبين أنها تدعو هذا الولد إلى الانضمام إلى المجموعة. نعم، ربما لمشاركتهم، نعم، ربما يطلبون منه الانضمام ليشاركهم لعبتهم المسلية، وهذا ما سنعرفه بعد قليل. جيد، سنقرأ النص كما جرت العادة، ثم نرجع للاحتمالات و الفرضيات التي تم اقتراحها. قراءة أولية: الكل يتابع حتى تكون قراءتنا موحدة. الأطفال في الساحة يلعبون، أما خالد فكان يجلس وحيدا أمام الحاسوب. نادته رباب: تعال العب معنا. خالد: لا، أنا ألهو بلعبة جميلة على شاشتي. رباب: جرب وسوف تسعد كثيرا. خالد: حسنا، سأنضم إلى فريقك. رباب: علينا أن نجد الكنز المفقود. نتبع الإشارات لنصل إلى الكنز. خالد: إنها لعبة مسلية. جيد، سنكتفي بقراءة واحدة نظرا لضيق الوقت، ثم سأطرح عليكم بعض الأسئلة حتى نحقق الفهم الأولي. أين يلعب الأطفال؟ انتبهوا جيدا، بماذا سألت؟ أين، وأين دائما كما اتفقنا تفيد المكان. جيد، أين يلعب الأطفال؟
يلعب الأطفال في الساحة. جيد جدا، انتبهوا، حينما أسأل بأين فأنا أسأل عن مكان. جيد، كيف كان يجلس خالد؟ دوره هنا أسلوب. كيف كان خالد يجلس وحيدا؟ وهنا قلنا كيف تفيد الحال. نعم، تذكروا جيدا وثبتوا ذلك. أين كان يجلس خالد؟ ماذا قلنا عن أين؟ تفيد المكان. جيد، كان يجلس أمام الحاسوب. نعم، قلنا كلمة أمام بجانب، فوق، تحت، قرب. جيد جدا، فهي تفيد المكان كما سبقت الإشارة إلى ذلك. من التي نادته؟ نعم، سنتذكر من التي، من التي نادته؟ نعم، إنها رباب، ونقول رباب هي التي نادته، وهنا نتكلم دائما عن خالد. تابعوا هنا، ماذا؟ ماذا طلبت رباب من خالد؟ ماذا قلنا عن ماذا؟ تفيد حدث. جيد جدا، ماذا طلبت رباب من خالد؟ جيد، طلبت منه الحدث، الحدث هو المشاركة في لعبة الكنز المفقود. نعم، سأترككم مع هذه أسئلة الفهم، قراءة الكلمات البصرية، إلى أن يتجدد اللقاء معكم في حصة مقبلة ونتمم ما تبقى. أبنائي الأعزاء، دمتم في رعاية الله وحفظه.